تهرب أليف من المنزل وتتجول في الشوارع لتجد والدتها إليف التي تعلق صورتها في كل مكان لتظهر لوالدتها أنها على قيد الحياة. تواجه مفاجأة كبيرة عندما لا تتوقع ذلك، عندما تكتشف بارلا أن كرم وثريا يتناولان وجبة الإفطار بمفردهما. تصاب بالجنون من الغضب. بارلا الذي يريد قطع الأمور بينهما يأتي بخطة خادعة. يحاول مسايد بكل الطرق العثور على ميليك. من ناحية أخرى تذهب ملاك إلى القصر للتنظيف غير مدركة أن ابنتها أيضا تحت نفس السقف. ومن ناحية أخرى تهرب أليف من القصر وتتجول من شارع إلى شارع للعثور على والدتها. يكافح فيلدان للعثور على إليف قبل أن يلاحظ كل من في القصر غيابها. بينما تبحث إليف عن والدتها تواجه مفاجأة لم تكن تتوقعها أبدا. ماذا حدث ليصدم أليف؟ يتأكد ماسيدا من أن ملك على قيد الحياة. ومن ناحية أخرى تقوم أليف بتعليق صورها في الشوارع حتى تتمكن والدتها من العثور عليها. هل ترى ملاك صور أبنتها؟ يخبر مصطفى ماسيد أنه وجد أثر ملاك. تشعر مسايد بسعادة غامرة عندما تدرك أن مشاعرها لم تكن خاطئة. ماسيد التي هي متأكدة من أن طارق يلاحق ملاك أيضا تريد الكشف عن الحقائق في أسرع وقت ممكن وتقديم صهرها إلى العدالة. من ناحية أخرى يشكو فيلدان من كثافة العمل ويدعو ملاك إلى القصر للمساعدة في العمل. ملك تغادر إلى القصر. من ناحية أخرى تقرر أليف تعليق ملصقات عليها صورها في الشارع للعثور على والدتها. هل ترى ملاك صور أليف؟ يشك ماسيد في تحركات طارق ويتبعه. مصطفى مساعد ماسيد يتعقب ملك بفضل طارق. بارلا التي تحاول فصل سوريا عن كرم تمكنت من جذب انتباه كرم بالكذبة القائلة بأن تشاغلار يزعجها. بعد أن أدرك كرم أن سوريا أساءت فهم هذا الاهتمام حاول أن يشرح له ما حدث، لكن الأمور تتعقد. من ناحية أخرى يطلب ماسيد من مساعده مصطفى أن يتبع طارق خطوة بخطوة. بفضل مصطفى طارق الذي يراقب طارق في كل مكان وجد أثر ملاك. هل سيتمكن مصطفى الذي علم بمكان سكن ملاك قبل الذهاب إلى منزل جولد من إيصال هذه الأخبار إلى ماسيد؟ تعقد بارلا اتفاقا مع فيلدان لدق إسفن بين سوريا وكرم وتطلب منها إبلاغها بكل ما تفعله. من ناحية أخرى تشعر جولدا باليأس عندما ترى شفق وأليف معا. ثريا تجهز مفاجأة لكرم الذي يعاني من مزاج سيء ستفاجئه. عند رؤية هذا يخبر فيلدان بارلا. بارلا التي لا تريد أن يكون كرم وثريا قريبين تتخذ الإجراءات أيضا. بارلا التي تريد جذب انتباه كرم من سوريا تعد خطة خادعة. من ناحية أخرى عندما ترى جولد أليف ولافاك معا تشعر بخيبة أمل وتعتقد أن هناك شيئا بينهما. فهل سيدرك شفق أن جولد أساءت فهمه؟ بينما كان طارق ورانا يتجادلان ضرب رانا رأسه وأغمي عليه. ماذا سيفعل طارق المصاب بالصدمة؟ تتسبب المشاكل في الشركة في تضامن كرم وسوريا. تبذل سوريا قصارى جهدها لدعم كرم الذي هو غير سعيد لأنه دمر أعمال الشركة القابضة. هذا التضامن يجعل الاثنين أقرب. تعلم بارلا بهذا التقارب من فيلدان وتقدم المال إلى فيلدان لتخبرها بما حدث في القصر. من ناحية أخرى تسقط رنا وتضرب رأسها أثناء جدالها مع طارق ويغمي عليها. بينما لا يعرف طارق ماذا يفعل فإن طرقا على الباب يجعل طارق أكثر توترا. كيف سيخرج طارق الذي يشعر بالذعر عندما يصل جيم الذي تقدمه رنا كصديق له من هذا الوضع؟ بعد أن أدرك طارق أن رنا يفعل شيئا من وراء ظهره ذهب إلى منزله للتحدث معه، لكن جدال طارق ورنا ينتهي بحادثة سيئة. عندما يدرك رنا أن طارق
هو من أشعل النار في الشركة القابضة لتدمير ملصقات إليف، يحاول الحصول على كلمة من حميرت لمعرفة الحقيقة. أدركت رنا أن حميرت لا تعرف شيئاً، وبدأت في البحث في فم إليف وفلدان. رنا التي تعتقد أن طارق لديه سر كبير مصممة على عدم ترك هذا الأمر. يدرك طارق أن رنا تحاول أن تفعل شيئاً حياله ويذهب إلى منزلها. يتجادل رنا وطارق. نهاية الجدال تشكل خطراً جديداً على طارق. رنا متأكدة من أن طارق أحرق المستودع. ما هي الخطوة التالية لرنا التي تريد تهديد طارق؟ رنا التي تتأكد من أن طارق هو المسؤول عن الحريق الذي اندلع في المستودع لا تستطيع أن تفهم سبب وقوع هذا الحادث الذي تسبب في أضرار مالية كبيرة للشركة بسبب إليف. تتساءل رنا عن سبب أهمية إليف لطارق وتذهب إلى القصر. يريد رنا التحدث إلى الأشخاص الموجودين في القصر، لكنه يرتكب خطأ فادحا ويسبب توترا في الأجواء. من ناحية أخرى، يحاول كيرم ألا ينقل مشاكل الشركة إلى والدته ويفكر في كيفية تعامله مع الأمور المظلمة. تشتبه ماسيد في أن كيرم في ورطة، لكنها لا تستطيع الحصول على معلومات من ابنها. طارق يلوم نفسه على حارس المستودع. عدم قدرة كيرم على تصديقه يزيد غضب طارق. تتعلم رنا معلومات مهمة عن إليف من فم طارق. الأسرة التي أخفت من مسيد مدى اتساع نطاق الأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع في المستودع لم تتمكن من التعافي من الحادث غير السار لفترة طويلة. من ناحية أخرى، يواجه كيرم مشكلة كبيرة عندما لا يمكن إرسال المنتجات المقرر تسليمها. من ناحية أخرى، يخبر طارق الشرطة التي جاءت إلى الشركة القابضة للتحقيق أن الجاني هو حارس المستودع. ومع ذلك، بما أن كيرم يعتقد أن الحارس بريء، فإنه يقترب من الحارس بموقف وقائي. معتقداً أن كيرم يقاطع عمله ويشعر بالغضب في الداخل، يذهب طارق إلى غرفته. رنا الذي يتبعه يسمع أشياء من الباب المفتوح، مما يجعله يدرك مدى صحة شكوكه. لكن ما يفاجئ رنا حقاً هو ما قاله طارق عن إليف. ماذا تعلمت رنا عن إليف؟ تجد ملاك صورة أليف بالصدفة. فهل ستتمكن ملاك التي تتأكد من أن ابنتها على قيد الحياة من إقناع من حولها؟ لا تزال صدمة الحريق الذي اندلع في المستودع التابع للشركة القابضة مستمرة. يقوم طارق بالتحقيق بدقة في سبب الحريق ويحاول العثور على شخص يلومه. تدرك